سلام كبيدات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم ناقصكم حتى خير. دابا حاليا 5 ديال الصباح، اختكم فايقه مع النبابر. جيبي معايا غير راسيل، راجي نخليتها مع شخوان. كنتسنى صاحبتي جايه لعندي دابا، ممكن تسناها في الطريق. كنشوف شي طوموبيله لعطاتني الضوء، حقا جاي ديزي شي طوموبيلات مورايا، وكنقول راه واقيله هي. المهم كنسيناها في الشارع الكبير، ما بغيتهاش تدخل عندي حتى لباب الدار، حيت حنا جينا فواحد كتدخلي هكا بزنقه. كنسينا في الشارع الكبير، ان شاء الله الوجهه غادي لواحد البلاصه. مهم نيكست، واحد البلاصه فيها بحال ريتايل ماركت، فيها بزاف ديال الماركات. واليوم بوكسين داي فهنا في الانجليز داير بحال بلاك فرايداي، تيديروا فيه حتى 50% ديال السولد. وش نقول لكم، قصه طويله مع هذا النهار هذا، شنو نقول لكم البنات، المود ديال الضحك وصافي. البارح قالت لي صاحبتي نمشيو. المهم هذا الشيء اللي كنعيشو دابا عشتو البارح، دابا كنعاودو للمره الثانيه. البارح عندنا بحال هكا نفس الوقيته، هي كانت تسناتني، انا تعطلت واحد شويه على اساس باش نمشيو. مشينا شدينا الطريق. المهم هاد البلاصه هادي راه بعيده على المدينه اللي انا ساكنه فيها ب 20 دقيقه، تولد ساعه. فجات في واحد الفيلاج وصافي. المهم ما تبعتها وداكشي وغادين، وهي كاينه صاحبتي ودازت على صاحبتي وحده اخرى، وانا وحتى صاحبتها وحده اخرى ما تابعتش معنا في الطريق، هذيك سبقاتنا مشينا لقيناها تماك. ايوا سير 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 شادين الطرقان بالليالي. وصلنا لتما لقيناهم مسادين، تصوروا كاتبين حتى على اليوم مع 6 الصباح غادي يحلوا، غادي مع 5 باش نلحقوهم مع 6. قالت كيكونوا الناس تما كيتسناو لاكو، عرفتوا راه 5 دابا 5:15 والطريق عامره، الطوموبيلات ما حابسينش، الناس كيمشيو للخدمه في هذه الوقيته هذه. ايوا قلت لكم مشينا وتصدمنا وفايقين مع النبوري ومخسرين نعاسنا ومخسرين كل شيء، وفي الاخر راه سادين. وصدقنا ماشي غير حنا اللي تقولبنا، بزاف ديال الطوموبيلات ملي وقفنا تما وكبقاو هكا الطوموبيلات كيجيو حتى هما كيسولونا واش ما حليش واش هادي واش هادي. هيا هيا جات يلا. المهم البنات يلاه وصلنا دابا كما كتشوفوا الظلام القاحل، ولكن راه ما يمكنش حل ليا الناس. انا ندور لكم تشوفوا، انا تصدمت والله. هانتوما عرفتوا الصف فين واصل، بزاف لاكو كاينه من هاد الجهه هادي، وهاد الجهه هادي هي راه هما الناس. باركينغ عامر، مابقاش بلاصتك استقل دابا. باركينغ عامر، هانتوما شوفوا الناس، شوف 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 شحال ديال الناس حلو. دابا غادي ندخلو ان شاء الله.
ومازال صراحة مازال مقتنعش 100%. المهم كاين هذا ديال الناموسية، غير الخشب ديال الكوفليت، هانتوما شوفو كي داير في البيج و هكا مبرة جميل سخون ديال هاد الجو هذا. خديت الكينغ سايز، واخا انا عندي الناموسية سوبر كينغ، هذا لقيت غير كينغ. المهم كاين زعما الماكسيموم فيهم غير كينغ. كنتمنى تكونوا كتسمعوني، رجعت لهاد البلاصه هادي ما فيهاش الناس، البلاصه اللي فيها المخاد ما فيهاش الناس، وبحالو في الغوز الرازين، بيت ديال الرازين هذا غير سينجل. المهم حتى هادو دايرين فيهم 15% ديال الصولد، وواحد الصوطات الكري الحمام عندي الفوق، وما نعرف ما نتفي هادشي اللي فيه. وشفت هذا ديال السيرفيت، هذا الماما قلت لكم علاش ما مقتنعش، شوفوا بعدا لا فرونش مع الصباني مع الصبان اللي دايره غير الضفيره، هانتوما زعما شعري بلاصه اللي قلت لكم خاويه عمرات. المهم البنات قلت لكم هذا ما مقتنعش بهذا ديال الناموسي ديالي، لحقاش عندي انا السوبر كينغ، هذا غير كينغ، ما لقيتش طاي كبر من هذه، وغادي نشوف. المهم الصراحه الحوايج كاين فيهم السولد خطير، ولكن انا شريت ديجا الحوايج دابا نتقاسمهم معكم، ما نقدرش نبقى كنشري، جيت على ود الدار، على ود نشري شي حاجه في الدار وصافي نسيت، ما لقيت شي حاجه صراحه. داكشي ديال الدار ما دايرينش فيه الصوت، اكثريه كاينين في الحوايج. صباح الخير فقط رازين، قولي سلام لاباس، قولي صباح الخير صباح الخير. المهم البنات جيت شي ساعة قبل الربعة دي باش جيت، المهم بقيت جالسة ما كانش يمكن لي انني نعاود نرجع للناس، لحقاش راسي فاقت صافي، اون فوا كتفيق خصني حتى انا نفيق، نقدر نرجع بلاتي الناس نقدر ما رجعش، المهم على حساب. دوزت لاسبيراتور غير بديت كندوزها وهي تفيق رازين اون فوا تسمع شي حاجه هكا وهكا صافي كتفيق. هادشي اللي كاين دابا، غادي نجمع الكوزينه وغنبدا في الروتين ديالي ديال النهار. كنفكر كنقول نعاود نخرج عاوتاني نمشي شي بلاصه اخرى، حقاش مازال خاصني شي حاجات، كنقول عاوتاني بلاش حتى الغدا. المهم لقيتوني حايره ما عارفه شنو غادي ندير. اول حاجه غادي نديرها دابا غادي نقي هاد البلاصه هادي، من خرجت الماعن من لاماشين مغسولين خصني نردهم باش ندير الفطور نفيق شخوان، وديك الساعه نشوف شنو غادي ندير في البروغرام ديال النهار. جيت مصدومه من هذيك البلاصه الصراحه، انا ما عرفتش زعما الكور لهاد الدرجه هادي، حتى هما عزيز عليهم الشوبينغ، انا كسحبني هي العرب اللي عزيز علينا الشوبينغ. المهم كيما شفتوا كانوا الناس بزاف كيساينو، كان راه ما يمكنش، راه تقريبا شي 300 بنادم 400 ديال بنادم كيساينو في هذيك الوقيته. المهم ماشي مشكل، هادشي عادي. فاش دخلنا اللي صافي الصدمه القويه، بنادم جار ديك، انا ما صورتش لكم بزاف لحقاش ما كنلقاش من ندوز لابوسيت، وهما جارين ديك الكروسه بحال الكروس الكبارين ديال لي سورفاس الكبارين، عامرين بالحوايج جبل ديال الحوايج وخصهم يدوزو. المهم هو هز 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 التوري كيتخاطفو، راه ما يمكنش مشيت البلاصه ديال جيت الديكورات لقيتهم سالاو، غير هذاك لو طون اللي دخلنا فيه شي 10 دقائق بحال هكاك سالاو الديكورات، كيهزو يحطو في دوك الكراراس تقولوا راه عاطينهم اليوم فابور قسما بالله. المهم ما عندي ما ندير، انا ماشي من النوع اللي كيتخاطف صافي، عاش داكشي نتخاطف، خص الحاجه تعجبني و اقتنع بيها ونعرف فين غادي نديرها وتكون خاصاني، وهذا ماشي غنشوف غير على حساب الثمن نخطفها واخا ما عندي ما ندير بيها. صافي صدموني بكثر ما شفت داك التخاطيف، كاين الفوق والتحت، طلعت الفوق درت مزيان، كاين حوايج ديال الرجال وداكشي ديال الدار وهذا، خفيفه القضيه شويه الناس ما كاينينش بزاف، حتى خففت القضيه شويه لتحت عاد وانا نهبط، ما تيتخاطوا بحال الحوايج غادي يتسالاو وحق الله ما فهمتش.
درت واحد البريري ديال اتاي، يا سلام، هذا ديال البارود، وغندير فيه اكيد اكيد نعناع. المهم النعناع فيما كنجيبها كشي قبيطه كنديرها في شي حاجه فيها الماء باش كتطول ليا. عارفه ديك خديجه اللي كيدار فيها كازيف يكون فازق في الثلاجه، حتى هي زعما طريقه كطول، ولكن عزيز عليا كنحطو هنايا صافي، كنهز كنقطع منه وكنغسلو وتخشيه في البراد. راه ما كاينش بحال اتاي ديال المغرب، كنشرب هذاك اتاي ديال هنايا. المهم اتاي قاصح شي شويه هكا تي باغ، ولكن ما كنجبنيش، ما كاينش بحال اتاي ديال المغرب. ولكن الصراحه انا الحاجه اللي كتعجبني تكون في اتاي اكثر من النعناع الشيبه، راه ما يمكنش، ما كرهتش انني نلقى الزريعه ديالها، ولا ما عرفتش كيفاش كيديروا ليها يزرعوها ونجيبها ونبقى ندير منها الشيبه. راكم عارفين مجهده كديري شويه وواحد الريحه، يا سلام كتحمقني. دابا تفكرتها صافي ما يمكنش، النعناع زوين ولكن الشيبه صراحه كتجيني الطب على النعناع. خيرتيني ما بين هاد الجوج هادو نختار الشيبه. وصايبت هنايا البيضه مطيشه، درت غير طوماط سوغيز وصافي، الزيتون والخبز وطر عادي. واحد العيا كنحس به خيالي، ما رجعتش نعست، نعست غير الصغيره باش هكا نقدر نصور لكم هذه المقطعه على ديال المشتريات. لحقاش الا كانت فايقه ما غاديش نقدر، ونبقى نقول اليوم وغدا بعدو ونصدق مع طلع عليكم. المهم غنبداو ب المهم البلاستيكه اللي لقيتها حدايا، غادي نشارك معكم شنو كاين فيها. المهم البنات خديت هاد الكسوه، هذه الكسوه كتجي حتى لركابي، لبستها كام على لي با ولي بوط هكا طالعين، ولا هكا دي بوتينغ سخونه ديال هاد لقيتها. هذه صراحه لقيتها في الالوان، في الكري، في الزراق، في خديت هاد الغوز، هذا الغوز صراحه شفتو هاد العام، دارج بزاف داش. وهنايا خديت هاد التريكو هذا، شوف كي داير، كي دايرين السطيفات ديالو، كيجي هكا قصير مع هكا تجيني تاي اوت زوين. كيعجبني هاد اللون، هاد البيج كيحمقني، البيج مارون كاع الالوان نيود كيعجبوني. خديت هاد الصاك هذا، هو صراحة ما ساك ما بسطام، بحال بسطام كبير وساك في نفس الوقت صغير، زوين صراحة البنات حمقني. كاليتي الجلد ديالو واعر، شوفو كما قلت لكم بحال بسطام كبير. دابا انا باش كنخرج مع البنات، شوف المرات كنحتاج غير تليفوني و لا كارت بونكير، ولا الا كان عندي فلوس هكا كاش صافي، هادشي اللي كنحتاج. وسينو الصاك ديال الصغيره راه كنديرو ديما لتحت في لابوسيت، وانا شنو كنحتاج، ما كنحتاج والو، يعني هاد السيكان صغيورين هما اللي زعما هما اللي خاصني نبقى نهز، لا ما كنبقى هز داك الصاك كبير ثقيل عليا. خديت هذا صافي، ماشي كاين هنايا. خديت هاد البواط هادي، صراحه هاد البواط هادي غير عجبتني، اثيرتني وخديتها، ما عرفتش غندير فيها ديالاش، الله اعلم. هاد كي كتحل عندها هنايا سكوتش، هانتوما زيونه فيها الوريضات، غادي نشوف شنو غندير فيها. خديت هاد اللانش بوكس هذا الرازين، راه كنت شاركت معكم بزاف، ولكن اون فان كونت خديت هذا. هادي هنايا في هاد البلاصه هادي مكتومه، نقدر نحط ليها لتحت والفوق، هادي كذلك. والسداده باش عجبني هاد لانش بوكس هذا بالسداده دايره صحيحه، هادي هانتو غزال واعر. هنايا خديت الصغيره هاد التقيشرات هادو، خديت هاد المونطو هذا الراسيل، شوفوا معايا شحال غزال.
باش نشوف لاج بقيتش عاقله. عام عام ونص شوفوا معايا. واعر عندها دابا غير هذاك اللي كيتسد من هكا كيتلبس من الرجلين والفوق، كيتسد بالسلسله من التحت حتى الفوق، ولكن بعض المرات كنحتاج بحال هادو قصارين. خديت ليها هذا في الكحل من الريبر شوف. داكشي تكمش. المهم خديت هاد لاشوميز هادي شوف كي دايره، صراحه كيحمقني هاد اللون هذا واعر خطر خطير. راه سطا البنات راه تكمشات مع البلاستيكه وهذا تكمشات. شوف ستيل ديالها كيفاش داير منظور. المهم هادي تلبس عاد غادي تبان. خديت جوج ديال لي كولمونتي، هادو ضروري خص الواحد يكون عنده في الدار هكا بازيك تلبسو مع اي حاجه. خديتهم من زارا داك النهار فاش مشيت لداك المول، خديتهم من تماك فرات تكمشو. المهم كولمونتي عادي بكاليتي واعره، الصوفه ديالو كاليتي واعره. خديت واحد في لورونج واحد في الكحل هانتوما بحال بحال. الاخر خديت الرازين هاد الـ هاد الـ هاد الكسيوه هادي بالليبه ديالها لورونج زوينه كتجي هكا هابطه حتى تحت الركبه. خديت ليها هاد الجين هذا يجيب القدام ويجيب اللور هانتوما تا هو غزال. خديت هاد لي بوط هذا. المهم هاد لي بوط هذا البنات بلاتي بعدا نقول لكم، هاد من لا مارك غيس. هاد لي بوط تقدري تلبسيه هكا طويل وتقدري ديري ليه بحال هكا قصير. صراحه واعر كاليتي خطيره، فيه غير هاد الكتابه هادي صافي هنايا. شنو اخر خديت؟ خديت هاد الصبيبات هذا الرازين، هاد الصبيبطات هادو ديال المدرسه. المهم كيطلبوا ليهم هكا صبيبطات يكونوا بحال هكا بحال هاد الستيل هذا، ولا ميني بوط. المهم يكون في الكحل وعادي ما فيه لا سيور لا شي حاجه. خديت هاد هذا. المهم هذا غير او بحال ديال السيرفيت، كيتسد من هنايا كيتزير من هنايا. هذا خديته لماما، التوب ديالو واعر حمقني سخون وكيجي هابط. ماما عزيز عليها ديما الحوايج اللي كيكونوا هكا وافين وهابطين. خديت هاد البيجامه هادي هانتوما، هاد البيجامه هادي الشخوان هذا الاو وهذا المهم سخونه زوينه. هذا الاو وهذا السروال كيجي هكا واسعه. ما كناخذش الشخوان حقاش عزيز عليه يعزل بالستيل ديالو، ما كناخذ ليهش. خديت ليه بيجامه ولا شي بانطوفو ولا شي حاجه ديال الدار. اما الحوايج ديال اللبوس كيبغي يعزلهم الراس، وشحال من مره خديتيه شحال من حاجه كيقول لي ما عجباتوش ما جات قدو ما هذه، ممكن نضطروا اننا نردوها. داكشي صافي ما بقيتش كنبغي نشري ليه هو كاع، كيشري الراس هو اغلبيه الوقت كياخذ الحوايج اونلاين ما كيمشيش اصلا يتقداهم. خديت هاد لاشوميز هادي شوفوا معايا اللون كيفاش داير كيحمق، وهاد الديطاي هذا اللي عندها في العنق واليدين شوفوا معايا صديفات
كتحمق حتى هي ساطا. هذا اللون هذا حتى هو كيعجبني مع لي ميش و ميك اب وهذا تجي واعره. تقريبا هذا الشيء اللي خديت. وهنايا هنايا خديت واحد المونطو صراحه سديت عليه وما راه كنت غادي نوريه لكم. المهم الا لقيت الصوره ديالو غادي نخليه لكم. هنايا خديته صراحه عجبني حمقني زوين فرور وهذا، ولكن لقيت فيه واحد الديتاي ناقص بجيت العمق، كاين واحد ديفو. صافي وغادي نربطو من ديجا سديت عليه وهذا صافي طرق الميك اب. المهم نعاود نسد عاوتاني وغادي نربطو ليهم. شنو اش اجي راني Yes, I But I'm going to record it again. Razin. Because I was not Razin. With you. Razin, should you finish it like? Zween? Yeah. Huh? It's for school. For school. Yeah, you went to town when when you were sleeping. قيت هاربة من هاربة من هاربة من نتجت. قولي السلام يلا. سلام. كديرين. كدايرين لاباس به صحيحة صحيحة. المهم البنات واقيلا واقيلا هاد الشي اللي كاين هاد الساعة هادي. المهم مامي can you record all of them with me؟ واخا واخا الشي اللي كاين كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجة. انا غادي نجمع دابا البيت ولقيت شي مشتريات اخرين نسيت ما وريتهمش لكم، راه اكيد اكيد غادي نشاركو معكم. وهادشي اللي كاين اختكم غتمشي دابا تضرب بواحد التحميم فعلا تاركه، كنحس براسي عيانه وباغا نعوم وعاد ديك الساعه نجي نستراح. هادشي اللي كاين يومين وانا كنفيق مع الخمسة الصباح تخيلوها. هذا ما كان، تهلاو لي فرصكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جاية ولا فيديو جاي ولا فيديوهات جاية ان شاء الله. بيزو، السلام عليكم.